لما سكواد لعيبه يكمبروا كيف بدك تتصرف معهم؟ لعيبه ومكمبرين مع انه انا سولو ضد سكواد فما عم يسجلوا يواجهوني. فهون انا راح اقول لك الحل. هون وقت واحد وكمان ضلوا اثنين مكمبرين جوا ولعيبه ما بتحسن بتواجهون، فافضل حل انه تنزل وما تفوت لهم من الباب، لان اذا فت من الباب راح يغدروك من كل الاماكن. حاولت اني شيلهم بطريقه رهيبه، نزلت لتحت فما بحسن فوت من الباب، مثل ما قلت لكم مسكت طابق ثالث وفت عليهم. الوقت الاول الوقت الثاني بكل هدوء، وهذا الثالث خالصين بكل هدوء. اذا شفتوا كيف فاجأتهم وسحبتهم واحد ورا واحد وشلت الاخير بكل سهولة. افضل شيء لازم تلعب معهم بتركيز لاني كلهم كمبرجية. الاوزي ضد سكواد لعيبة ومعهم درع وخوز وبيناتهم سارة، ايش ممكن تسوي؟ دملو شبالك يا اهم شي سارة الاخيرة بده اياها تشيلني. يعني حبيبي البنات على المطبخ الله يسعدك، يعني شو هاد؟ شوفوا كيف بتموت سارة على المطبخ الله يرضى عليكي. هاي اخرت اللي بيأمن بالبنات والله يلعب. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الشباب بنات، رجعت لكم فيديو جديد. قبل بداية الفيديو دائما ابدأ لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بداية جمعة مباركة على الجميع، ان شاء الله جمعة خير على جميع امة محمد. فبهذا اليوم لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد واكثروا من الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. حبايب بداية راح اخبركم خبر كتير حلو، الفيس كام قربت كتير كتير، ما ضل عندي غير المايك، بس يوصلني المايك مباشر راح اطلع فيس كام وباذن الله راح اصير اطلع لايفات اكيد. كل متحمس وبدي اياكم توقفوا جنبي، فباذن الله راح نولعها وراح اطلع لايفات. طبعا باعلن قبل ما اطلع لايفات عشان تكونوا متواجدين، طبعا وجودكم اكبر دعم لإلي الله يسعدكم. حبايب لا تنسوا اللايك، خلونا نوصل هذا الفيديو 2000 لايك تستطيعوا، واللي مو مشترك بالقناه يشترك فعل زر التنبيهات وبتنوروا القناه والله. فحبايب بالنسبه للحساسيه للجوال وللايباد، واذا انت كنت لاعب جوال او ايباد وبدك مخططات اعدادات يعني 4 اصابع اصبعين 3 اصابع 5 اصابع ومحتار، فانا خليت لكم بالتعليق المثبت تطبيق فيه مخططات وفيه حساسيه سريعه وبطيئه، فحملوه وروحوا خذوا المخططات. في عندك للاصبعين 3 اصابع 4 اصابع 5 اصابع واكيد راح تستفادوا وتستاهلوا كل خير. كل ما عليكم تفوتوا على التعليق المثبت، تفوتوا على الرابط، حملوا التطبيق وتستخدموا الاعدادات والحساسيه. حبايب هلا راح اترككم مع جيم عدد كلات عالي. كنت عم بحاول اجيب تحدي ال 40 كل، جبت عدد كلات عالي فحرام يعني على كم كل، وشوفوا كيف نهايه الجيم كتير ماساويه. وما بدي احرق عليكم اكثر من هيك، شاهدوا الفيديو للنهايه وبس. هلا راح اترككم مع المقطع، مشاهده ممتعه. يا بسم الله جورج بول لعبتنا. فبهذا الجيم حاولت اني اجيب 40 كيل وشوفوا نهاية الجيم، يعني صار شيء غريب. نزلوا سكوادات في كل مكان، 28 لاعب 30 لاعب وحماس. بسم الله ابلع حبي انت ويا، اهم شيء الفينش. ضب تيمك، ايه ضبيت تيمك. طيب مشكلة المود مشكلة وحيدة هي اللي عم نعاني منها. تعال يا حبيبي، عم نعاني منه هي الغدر، كتير غدرات، لا تعطي فرصة لصاحبك. اكل هيد، خلصت. علاوي حبيب قلبي الله يصير، ابلع انت وياه. فينش على طول، اضمن الكلات، هي المشكلة الوحيدة صاحبي تلوت، بش على طول فزعة. المشكلة الوحيدة في المود انه كله غدرات، ان شاء الله قرب يخلص المود وبركي بينزل مود احسن وافضل للغدر. بده يفنش حبيبي، ابلع الا الصاحب جاي يفنش على طول. يلا 5 كلات حلوين، ضلوا اللي قدامنا، خلينا نريف صاحبي ونبش. سكواد في البيت السعادة قدام، فما بعرف كيف راح اتصرف معهم، مسكين اسطحة والنيد ما راح توصل غير لجوا. بركي بحاول نوك حدا، طيب ما تنوك حدا، واحد على السطح. طيب خذ لي هالنيد لنشوف، باذن الله نوك، لازم حدا يتنوك. بوم نوكت واحد، يلا بشي على طول لا تعطيهم مجال. السيف اهم شي كفر طلع. طيب تعال كفو، لسه في صوت، في اصحابه. تعال يا حبيبي
فينش على طول. مكتب الغلط ها؟ لسه في 6 لاعبين يعني. حبيبي والله شفتك. هلا 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 اهم شيء تفنش تضمن الكل لان هن ما بيعطوك مجال. اللي بعده ليكو قدامي حبيبي. اذا السيف اعطيته هيك شوت. تعال سكواد معرقين الله يستر. لو وقت واحد بشي على طول بس ما تسرق لي الكل. هدي شوي الدرج. ابلع طلع صاحبه هذا بس كان مشتبك مع الناس. يلا تعالوا بشو هدول فوقي. خليني اخذ لي سلاح طلق اضبط وضعي الوت بسرعه وبشي على طول فشوف كيف راح اتصرف معهم. حلو هاي مولي. يلا ابلع حبي. تعالى لوين رايح؟ معرقين بس مو علي. ابلع هيد شوت حبيبي. يعني شو مطور الانفور فرحانه حالك؟ ابلع انت وياه. سعد الدين حمزاوي ما اعطاهم مجال. اقوى لاعب يريد اللوبي. يلا جيجي جيجي حبايب. اللي بعده سكواد بشو. هدول سكواد ضلوا اخر شي بالموت. حبيبي وين ردة فعلك؟ ضب تيمك هذا نوقته بالموت. تعال يا حبيبي ما اعطيته مجال. حبيبي ممكن تبلع؟ ياش قد ضربته. خليني احمله نيد. اهم شي بدون استعجال عشان ما انغدر. هاي لازم بالحضن. كيف ما مات؟ بعيدة شوي عليه. منور انت جاسوس اسمع مسمى. يا الله شلون لحق يهيل؟ راح يشيني. عرفان عرفان يا اخي قسما بالله كيف هيك ما ادري. الك؟ عندي لك. يلا يا حبيبي شيله العمى عار يا زلمة. ايش قد ضربته ايش قد دمشته. شي غريب والله يعني كيف لحق يهيل دمه ودمشته وبشيته على طول وعطيته نيد. ما بعرف غريب حظن حلو كتير. 14 كيل بداية المود بإذن الله بنلحق ال 40 كيل. يلا اللي بعده. تعال يا حبيبي أهم شي البوت. فنش على طول 15 كيل إيزي. طبعا وصلني كيل كان إلي كيل نوك أي بوت 17 كيل طلعنا من المود. يلا شو يا حب عم تريف أصحابك وبهالأماكن ليك عار ما بيموت. بشي على طول ما بعرف إذا ريف أصحابه. طلع ما أتوقع لحق. تعال لا تهيل لا تهيل حبيب. غدروه من الحاويات بس ما تسرقوا الكل. يلا رايحين على الحاويات. يلا بشي على طول. انتوا قدا انتوا قدا عليكم. نزلوا نزلوا بالحاويات. هلا قاعينكم على الكمبرة. عليكم بالهنجار كلياتهم. طيب كيف هذول راح يتواجهوا؟ خليني اشلف لهم موليات نيدات بركي ينوق حدا احسن اشيل هذا. هاي مولي وهي نيد لنشوف الترتيب. بشو قدام. يلا بشي على طول. واجه حبيب حبيب واجه. ما بيتنوق. فينش قبل النوك. خليني امسك سطح الهنجار. تراجعوا هدوك. يا الله هدول اللاعبين شقد مستفزين. يعني تعالوا واجهوا لا منشيلكم لا بتشيلونا. لسه بده يروحوا ينسحبوا ويسحبونا معهم بالاخير راح يبلعوا. الله يستر. في واحد قدام. هلو السلام عليكم. مين هاد؟ ليك ما شاني يفضح عينه منيح درت ليك هذا. طيب كيف هذا بدنا نواجهون؟ ممكن تجي ليك. لسه في واحد رايح شفتوه هداك هلق بكمبر انا متأكد. جاسوس ارحب يا اخي شقد تعذبونا. نشوف هداك اللي انهزم ليكو. علاوي حبيب قلبي ابو حسين ما بيضرب على اساس انه وينك. يعني انه شلون بدي اقول لك انه نحن هو ما لنا شايفينه. عرفتوا كيف حبيبي؟ اي بادي بطولك. يلا جي جي ختموا الكمبرة يفضح عينهم. يلا اللي بعده. طبعا الله يخلي لنا البوتات بيرفعوا الكي جي بيرفعوا الكلاب بيجي بالوقت الصحيح. 24 كيل. يلا ايزي. كيف يصدر بشي على سكول مازال لسه معنا ارواح. سكواد كامل بشو. غلط انك تواجهن. اسحبن عشان تشيلهم بكل سهولة وتمسك عليهم هاي جراوند. النيد اهم شي بالمواجهة. الله يستر سكواد. تعال يا حبيبي
فينش على طول عشان اخذ الكيل. حلو سبرايز، انا عملت لك سبرايز. ايه معناته حسين؟ الاخير ابلع. ترى هدول السكواد لعيبه بس حمزاوي ما عطاهم مجال، يعني مباشر مسكت واحد واحد عرفتوا كيف وفنشتهم على طول. يسعد دين القوه، 28 كيل، اداء اسطوري، اداء بخوف. الجيم كتير حلو على فكره. هون ضربوا فلير، انا مامن معنا ارواح تمام، فشوفوا ايش اللي صار. هدول السكواد لعيبه لو وقت واحد، هدول السكواد اللي واجهناهم بالمود شفتوا كتير لعيبه. مباشر فنشته، ضمنت الكيل، بدي هيل دمي فاخذت يسار غلط، بشوا علينا كان غلطي، طلعت انبطحت بلكت صاحبي. طيب كيف ما ضل ريفايف؟ اذا شفتوا على اليسار القلوب لسه عم ينقصوا، يعني لسه الزوم ما سكر، كيف ما رجعونا على الجيم ما بعرف والله غريب. اللي بيعرف ايش السبب يكتب بالتعليقات. حرام والله هذا الجيم، يعني طلعت 29 كيل وبداية حلوة وكنت بحسن بجيب 40 كيل. يلا جي جي، ايش نساوي؟ ما لنا نصيب فيه، ما بعرف، شي غريب حرام، لازم ما كنا نستهون في اللاب. والله انا كنت مأمن انه في ارواح. يلا على اللي بعده، سكوادات في كل مكان، هنا ساسكت قليلا، خلينا نلوت ونعرف كيف نتكتك. هاي دي بي، يوم بي، دي بي، هات هات دي بي، وين؟ سكواد المظلة. يسعد دينك حمزاوي، اثنينو راح يتريق ولا ابلع. فنش فنش فنش، وين؟ يلا تعال بيك، هاي مولي في الحضن، بدي ريف صاحب، تعال معي. هدي 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 هدي، اجباري من انبش مشان اشيله. نوك يا واحد، ضل واحد قدامي، هو فوق، تعال معي لقدامنا، في ورانا هدوك اللي نوقتهم المظلات. سكواد قدامي، في شوتجن وفي طلق، في دي بي، في كل شيء. بلعت نيد، يسعد دينك شلون نفدت. نيد الاخ يا بندوق، وهي نيد من عندي، معك دم؟ نيد في الحضن، شلتون؟ فينيش، هدي نزل من هون، الله يستر. كفر كفر بالسيف، اذا انتو زلم طلعوا غدرة، ما سعد دينك يا صاحب. وين نيت فاضي؟ نيت في الحضر يا وحش، هدوك اليسار تراجعوا ثواني بس، هي نيد الفينيش. وين؟ صوت يمين، تعال تعال معي هدول، لازم نشيلهم. نيت في الحضن، واحد العمى شالهم كلهم. هدينا لوبي على اللوبي حبيب، ثواني خليني هيل بس. شو كمان سكواد يسار، ايش في؟ الو
ثواني ابي هيل نوك يا وحش سكوات سكوات كامل ها ثواني ما في داعي ما في داعي نيت في حضنون يا وحش ضل قدام تعال معي اوف كم هيدك تسنينك يا عمر اللعيب علوبي علوبي انت ويا حبيب يسعد دين المرجل لك هون فكرت بوت هذاك لسه في يا زلمة عم ينباو مليان ناس والله حبيبي بده يغدرنا يا عمري واحد نزل واحد نزل ما لحقته تعال 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 نوقت واحد يلا يلا واحد تاني نزل نوك عشت فينش قدامي على السطح حلو السلام عليكم ورحمة الله بلوكتو الشباب يسعد دينك ملعبك لسه في اثنين لا 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 يا الله كفر لا بس كفر غير الغدر ما غير الغدر ما بيقتلونا ايه بس بالغدر بيشيلونا يلا بس خليني تريا وفرجيكم بش ها تعال تعال وجه لوجه لنشوف تعال خلينا نطلع له من هون صاحب تعال معي في صوت ورانا واحد وراك ايه تعال خلينا نروح هذا ماسك درج معك نيد روح طلع حلو 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 اداء اداء بخوف ثواني بالسيف ابلع. يلا ابلع لا تقدر مره ثانيه يا حلو الزلمه يسعدينا الخطه ضل اخر واحد قدامنا اللي سمعنا صوته يلا 18 كيل خلينا نطلع يلا اوف 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 سكواد ترى فتح الكراج حلو أقول في حدا كلب بلاش كان لحاله نزل كان شاني يا زلمه هدول بيمشوا مشية البوت دخيل الله دخيل الله شلون بيلعبوا يلا يلا في ناس في ناس يا ترى ايه لك 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 صف لك كفر بس يا عمري سكواد طلع 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 يلا تعالوا معون سيوفا طيب ثواني مولي فتح نيد مين واحد فتح نيد مستحيل يدمجنا اصلا لازم نتصرف صاحب المشكلة هون سيوف مكمبرين ما معك نيدات؟ لا والله معك؟ يسعد دينك طيب شوف لي النيد ما في هذا هون حلو وهي شوف النيد يسعد يا وحش جبته محل ما هو مكمبر هدي بعد يسعد دين الكفر يا صاحب حبيبي انا هون يا حرام اخر واحد الك ريف صاحبك ريف صاحبك يا عمري يا رب نلحق
فحم يا وحش يسعدين الفزعه. هذا مكمبر، انا فكرت خالصين، ترى النيد اللي شلفته ما فاتت لجوا، لو فايت لجوا كنت شلتهم. لاعب ولا بوت؟ شوف لاعب لاعب يضب عليه يا عمري، صار بالبيت دينو شلون انبطح، عمل ردة فعل اسطورية، اقوى ردة فعل. رورو شوف صاحبه بالفزعات، تهدينا في معلومات حبيب، بدك تعلمنا كيف ردة فعل. انا عملت ردة فعل مو يلا يلا. هدول السكواد في المود لهم ساعة مكمبرين، كل واحد ما بتحسن بتبيك عهد بيجي بيغدرك هاد، ما بتحسن بتبيك عهد بيجي بيغدرك هاد، فما بعرف ليش القصة يا اخي كمبرتون مستحيل، ما بتحسن بتواجهن بيلعبوا بكمبرة يعني وبانتباه. شوفوا هذا دمجته حلو، يعني هلا هو لازم يضل محل عبيهيل ومعه دبس، فشوفوا هلا دغري بيشرد يعني تفضل. هون انت بهاي الحالة بدك تلحقوا للاعب صح ولا لا؟ يعني ايش بدك تسوي غير بدك تجيب راسك، فبيغدرك اليمين، هذا اليمين معه هون ملط من الشباك وشاني تمام؟ لا. شوفوا انتو ندالة السكواد، هلق اشو صاروا زلم، كلياتهم بدهم يبشوا، شوفوا يا دا دا دا. الله اكبر، كلهم بشوا، سكواد كامل بشوا، يعني قسما بالله العظيم هيك لعب بخلي الواحد يقرف لعبة ببجي موبايل نهائيا. ما بعرف ايش قصة، فلهون بكون وصل نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك، هلا رح اترك الحساسية، والسلام عليكم.